نتوقع احتواء هذه الأزمة وألا تذهب الأمور أبعد من ذلك، وربما أيضا أن نشهد حوارا كان قد تأخر والمفروض كان أن يتم مباشرة بعد دعوة الخارجية السعودية إلى عقده، لأن يعني التأخر في عقده أدى إلى ما شهدناه من تصاعد نعم التوتر الكبير الذي توتر في عدن وفي أبيان وفي شبوة وفي المحافظات الجنوبية، الذي أدى أيضا بدوره إلى هذا التوتر في السياسة، التصعيد العسكري على الأرض. نعم والتصعيد العسكري طبعا هو خطير في كل الأحوال. نحن نتحدث عن مدينة عدن، مدينة فيها يعني قرابة الآن ربما أكثر من 1.5 مليون، إن لم يكن أكثر، إلى 2 مليون نسمة نتيجة النزوح الكبير إليها، وربما أكثر كمان. لا توجد تقديرات حقيقية لعدد السكان، لكن هي مدينة كبيرة، مدينة اقتصادية، فيها مؤسسات الدولة، فيها الحكومة كعاصمة مؤقتة، مؤسسات الدولة المركزية كافة، وهي ميناء اقتصادي مهم. لذا نعم يعني أي توتر سيستمر فيها سيؤثر على كل المناحي الإنسانية حتى في البلد، وأيضا حتى على تماسك الشرعية وقوتها أمام المجتمع الدولي. ونحن في قادمون على يعني استئناف عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة. كل هذه أعتقد كانت استمرار الصراع والتوتر في عدن سيفاقم هذا الأمر.